أهلا مشاهدينا من جديد. ضيفتنا مشاهدينا بدأت طبعا كهاوية، لكنها تمرست في مهنتها لتنطلق في عملها كمحترفة. هدفها هو الوصول إلى كل النساء سواء في المملكة أو على مستوى الخليج، وأكدت أنها تتابع أعمال منافساتها لرغبتها في التميز والتعلم أيضا ومتابعة كل ما هو جديد. ضيفتنا مشاهدينا في الاستوديو هي المصممة السعودية سوسن الحزيمي. ومساء الخير يا سوسن، حياك سيدتي. حياك الله، يا هلا مرحبا، أتشرف بحضوري عندكم. الله يجزاك. وحنا أكيد سعيدين بوجودك سوسن. يعني ما شاء الله 20 سنة كنت تشتغلي إلى أن قررتي بعد هالعشرين سنة فعلا تمتهني تصميم العبايات، ليه كل هالوقت؟ لأن شفتي فترة 20 يعني كان عيالي بعدهم صغار، فصعب أن يعني كنت أشتغل بعد مو العبايات، كنت أشتغل فساتين تايورات، هذا اللي كنت أشتغله. بس ال4 سنين هذه الأخيرة هي اللي أكثر ما اتجه للعبايات. ما أدري، حبيت العبايات أكثر. يعني الحين أنا أشتغل بمجال الفساتين، أشتغل الجلابيات، بس مو تصميمي. يعني عشان أكون صريحة أمام الكل، إنه مو تصميمي، ما أصمم. عكس يعني العبايات تصميمي. عكس العبايات تصميمي أنا كلهم، بس الفساتين والجلابيات، لأن تدرين بحر الفساتين غير عن العبايات. ما ادري، العبايات يعني انا بالنسبه لي في ناس كثير يقولون اصعب، بس انا اشوفها اسهل. من اي ناحيه؟ العبات يعني خطوطها والحركات اللي تسوينها عليها مو مثل الفستان. فستان تقسيماته يعني لازم تكون دقيقه بالملي، حسب يعني حتى جسم المقاسات الزبونة. صح. وحتى المقاسات لما نجي ناخذ حق العبات غير عن اللي ناخذها للفستان. انا طبعا للحين اخيط فساتين بس على طلب الزبونه. بس تجي يعني لما اجي اخذ مقاسات الفستان لاحظيها دقيقه، يعني طول الكتف كلها. العبات لا، عندنا يعني احنا مرونه اكثر نسميها. ايوه كثير. يعني عندنا ستاند واحد ونمشي عليه. اللي هي اهم شيء الطول. هذه يعني هنا نقطه حلوه، ان في ستاندرد او في ستاند معين نمشي عليه، لكن في نفس الوقت كل مره يفترض تسوي موديل جديد، وكل مره يكون مثلا موديل يتناسب مع سيد عمرها كذا او شابه صغيره. صح، صح. لازم، هذا لازم. يعني الحين لو تجيني اي زبونه تقول ابي العبات هذه، انا اشوفها ما هي من سنها، يعني انصحها حتى لو كانت باغلى سعر، بس مستحيل ابيعها عليها. طب الزبونه تتقبل ان هذه ما تناسب والله سنك؟ والله تتقبل. ليش؟ لانها هي جايه حق وحده يعني مصممه فاهمه شنو شغلها. انا مو بياعه، فهمتي؟ يعني البياعه غير عن المصممه. البياعه تبي تبيع اي قطعه مشيها على اي زبونه ونمشي وقضينا، عرفتي؟ بس المصممه لا، قطعتها راح تعرضها انت غيرك راح يعرضون. ايش راح تسوين؟ راح تسوين طابع عند الاخرين. فلازم العارضه مالتي اللي راح تلبس هذه العبات، حتى يعني انا اسميها عارضتي لانها هي دافعه فلوس، بس انها راح تعرض هذه القطعه. صحيح. فلازم تعرضها وهي عليها بالملي اولا، مناسبه سنها، مناسبه لبشرتها، مناسبه حتى الوقت اللي هي راح تلبسه. طيب في نفس الوقت صار الحين يعني خلينا نقول في عبايات للصباح، عبايات للمساء، عبايات للسوق، عبايات للدوام، عبايات للسهرات، عبايات للافراح، اسماء كثيره، لكن فعليا في هذه وش الفرق يعني ما بين هذه العبايه والثانيه؟ شو التفاصيل اللي تختلف؟ تفاصيل انا بالنسبه لي يعني فعلا انا متمسكه بهالشيء. يعني عبات السوق ما معقوله تبي تلبسين عبات فيها الوان وفيها للسوق، لا، انت رايحه هذا مكان يعني كل ما تصير فيها حشمة تكون أفضل كثير. يعني أنا أتقيد بعبات السوق أنها تكون محتشمة أكثر من اللازم. عبات العصر أو المغرب هذه إذا رحتي زيارات الخفيفة لازم تكون يعني ما فيها شغل كثير. نعم. حتى القماش يكون من الأقمشة الناعمة اللي ما فيها تطريز كثير، ما فيها يعني أشياء خطوطها تكون دقيقة، مو دقيقة مرة يعني ناعمة تكون وسهلة. عرفتي؟ مو مثل السهرة. السهرة لا، كل ما تحطين الكريستال تكون القطعة ثقيلة، يجي اللون فيها صارخ. طب فعلا السيدات تهتم ان يكون عندها مثلا عبات؟ يعني ممكن السيدة تتوجه لمصممة عبايات
اوكي انها تشتري مثلا عبايه للسوق او عبايه للعصريه او كذا؟ والله اللي جوني الحين كثير يعني، اول ترى ما في صحيح. اول قبل 3 سنوات ترى ما في، احنا انا قاعد ملاحظه بخصوصا هذه السنه والسنه اللي فاتت صار الاقبال كثير ولا طب ليش؟ شو اللي تغير؟ اللي تغير العالم صارت تعرف يعني العبات. في السنه اللي فاتت كانوا ياخذون مني الالوان ينزلون فيها السوق، عرفتي؟ بس الحين لا، صارت الثقافة العالم تغيرت ان عبات السوق لازم تكون سوداء، ما يكون فيها شغل كثير، عرفتي؟ وهذا اللي انا احبه يعني، حتى احب اقدم مرتبه لكن مرتبه وتكون يعني ما هي ملفته للنظر، غير عبات انت راح تصعدين السياره وتردين تنزلين من السياره، يعني ما راح تكون تمشين عند الرجال كثير. يعني اللي بالزواجات تدري احنا بالزواجات دخول الرجال، فلازم تبتلبسين العبات، وغير انك وانت طالعه وانت لازم تكون فيها يعني شغل ثقيل، لانها في الغالب هذا الشغل يعتمد على التطريز يعني او على نوع القماش، تطريز كريستال، الانواع الاقمشه، حتى انواع الاقمشه انا قدمت انواع اقمشه تكون ثقيله يعني فعلا حقت سهره، تكون فيها لمعه، تكون فيها تطريزها بالوان يعني مره قويه تصير، ما هي سهله. وهو ترى صعب لان احيانا الحرير مثلا الشغل عليه او التطريز يحتاج دقه وصعب. شوفي الحرير حنا يعني انا ما استعمله او حتى كثير. القماش مثلا اللي فيه لمعه لان في ترى خصوصا التطريز ما تقدرين تدخلينه باي شيء. صحيح. حتى الشك حتى التطريز يعني في اشياء خطوط عندك لازم تتمسكين فيها. يعني الحين التطريز انا صرت اميل اكثر شيء القطع الجاهزه المطرزه وقاضيه. ليش؟ اولا ارخص للزبون، تطلع له اوفر، تجي بالطريقه اللي انت حابتها، يعني شايفه القطعه امامك ما راح تشتغلينها مره ثانيه، عرفتي؟ فهذه يعني تكون اجمل. حرام صراحه يعني قماش انه يعني حلو، فحلو انه كم يعني يبين في الموديل، ما يكون في شغل كثير يضيع القماش نفسه. الا اذا كان في ساده. الا اذا كان في ساده ساعتها ممكن. مثل هذه القطعه. هذه جميله القطعه. اي هذه القطعه اشتغلناها. هذه نصنفها عبايه او ايش بالضبط؟ انا بالنسبه لي مو عبات، بس كثير اخذوها مني يعني كعبات، هي اكثرها اخذوها بعد في ناس كثير. شفتي استراحات يطلعون يعني هي للتدفئه تدفيهم، لان انا نزلت 3 انديخامات منها الصوف الكشميري ونزل المخمل والحين بنزل الصيفي، عرفتي؟ هذه حلوه لما تروحين يعني فستان انت لابسه يكون ساده وتكون هذه فوقها وتدفي تدفي اولا، ثانيا تعطيها انق، ثانيا يعني نص السهرة خلاص أنت احتريتي تقدرين تقطينها وأنت بفستان عليك مثل ما هو، يعني ما غير يعني أنا جربتها يعني ما شاء الله جاني عليها ضغط وألوان. أنت عادة تجرب القطعة قبل ما مثلا تبتدي تسوي منها موديل أو اثنين؟ لا أنا كل قطعة كل عباية أسوي منها حبة واحدة إلا هذه. هذه لأنها صراحة لأن الكل لازم يلبسها، يعني ما فيها ما اقدر اسوي منها قطعه واحده. ما تغاري على قطعك مثلا في مصممات حتى مثلا ملابس تقول لا القطعه اللي تعجبني اعمل منها نسخه لي. انا ما اسوي. لا بالعكس تحبي تمشي البضاعه على طول. لا انا ليش؟ لان انا يعني اللي لي انا بالنسبه لي مزاجي مو كل شيء انا البسه، عرفتي؟ فاللي اسويه للزباين بالعكس انا لما تلبسها الزبونه كاني انا لابستها. لما تلبسها يعني اتحلى عليها، اشوفها تعجبني عليها. مثل ما قلتي موديلي. ليش انا اي ليش انا لما الزبونه لما تجي لا هذا مو حلو، ايش هذه احلى، هذه اجمل، هذه ما يعني عندي عباتين كل ما تلبسها زبونه اقولها لا تشترينها، مع العلم غاليه بس اقول لها لا تشترين. قالت انا عجبتني، قلت لها بس مو حلوه عليك، يعني ليش تشترينها وهي مو حلوه عليك؟ وحلو انه يتقبل. وفي شيء ثاني طبعا لتقبل الزباين طبعا لرايك الواضح، الاسعار. اسعارك يعني ما شاء الله مقارنه باسعار السوق تحديدا اسعار المصممات ممتازه. ما فكرتي تعلي السعر؟ لا. ليه؟ لاني انا عندي مبدا، انا بدل ما اقعد انتظر زبونه، انا ما انتظر زبون، انا
مو بيعة مثل ما قلت لك، أنا مو بيعة، أنا هواية عندي، أنا أحب أن أفكاري أطبقها أكثر من قطعة، وخصوصا أنا كل قطعة أسويها حبة واحدة، يعني ما هذه سويت منها مستعدة أسوي بعد، مثل القطعة هذه لا خلاص. طب بالنسبة لزبائنك كلهم مثلا هنا من السعودية أو من دول الخليج أو حتى من جنسيات ثانية؟ لا دول الخليج بعدني أنا يعني، بس من السعودية يعني، حتى أرسلنا أطلبوا من جدة، من المدينة، ناس يعني أطلبوا وأرسلنا لهم الحمد لله. طب بالنسبة يعني للمنافسة يعني، مش مثل ما ذكرتي كل قطعة يدوب موديلين، طب في منافسة عالية؟ حبة واحدة، حبة واحدة كل قطعة واحدة. كل قطعة حبة واحدة. في منافسة عالية في السوق، دائما في موديلات جديدة، كيف يعني مثل ما ذكرنا في البداية تتابعي علشان تجددي دائما في الموديلات؟ شوفي أنا السوق ما يعني اهتمامي مو على السوق، أنا بقول لك ما أهتم، بس أهتم بتصاميم الناس الثانية، صراحة عندهم إبداع، هذا اللي يخوفك يعني، إبداعهم ما شاء الله يعني، كل واحدة مبدعة بشيء، فتكونين خايفة حتى وانت تقدمين القطعة تكونين خايفة، بس لما تشوفين الزبونة تجي يعني هي اللي تشجعك، مرة حلوة مرة زينة يعني، لا السعر لا الشكل لا القطعة لا طريقة الخياط، يعني أنا من النوع اللي أهتم تفاصيل عبات، من يعني مو بس عبات خلاص أخيطها، يعني تدرين في قطع أني أوديها الخياط وأرجع يمكن أوديها ساعات 5 مرات 6 أرجع فيها، خلاص أكون محضرة الديزاين، بس لما أجي أبخيط لا ما ألقاها. طب لك شروط معينة قبل ما تبيع العباية؟ يعني كان لك تجربة تقريبا وخلص قررتي أن يكون في ستاندرد معين للبيع تحديدا لغير العربيات خلنا نقول. ليه؟ لأني ناس كثير مع للأسف خذلوني، يا أنهم ما يدفعوا المبلغ، يا أنهم تقعد العبات لأني ما ماخذه مقدم فما يرجعون ياخذونها، خصوصا الغير عربيات، لأن لبس العبات حقتهم غير عننا، يعني يتقيدون انها دائما ضيقه. احنا للسعوديات لا ما نحب العبات، اي احنا للسعوديات نحب الواسع، هم لا يحبونها مره ضيقه وعمليه، ولما تقولي لهم هذا خطا هذا ما يصلح ما ياخذون منك الكلام، يعني كلامك انت احنا طريقتنا هشكل، هذه لما تقول لك خلاص ما ابيها صعبه. يعني من يبي ياخذ منك عبات بطل؟ احنا بالنسبه لنا لعالمنا يعني نفس نقول فستان نسميها، ما نسميها عبات، ليش؟ نعم. لانها الضيقه مره صعبه. اكيد طبعا. طب بالنسبه لان شاء الله طموحك ووصلك الى وين؟ منيتي بصراحه اني اوصل اكثر، يعني الحين مبدئيا دول الخليج، من بعد الدول الخليج الدول العربيه، يعني هذا طموحي، امنيتي انه اسمي يكون له بكل منطقة بكل بلد بكل، يعني هذا اللي طموحي، وبديت شيء بسيط يعني الحمد لله، وإن شاء الله تحقق يا الطموح. مصممة العبايات السعودية سوسن الحسيمي، شكرا جزيلا على حضورك. ومشاهدينا أكيد فقراتنا في سيادتي مستمرة، ودائما نسلط الضوء على المتميزين، وعلى طبعا مشاهدينا فقرات اللي تهم الجميع ومستمرين، لكن بعد الفاصل. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، الإسراف في قصور الأفراح ورمي الطعام في القمامة ضمن فقرة يوتيوب.